تستقبل 17 حالة أقل تقدير. سوء تغذية حاد وخيم، لا متوسط عد ولا عد يعني في مستوى الطبيعي، حاد وخيم جدا العظم. احنا نطبخ اوراق الشجر وناكل من الشجر وننطق من الشجر صلى الله عليه وسلم. يعني هنا ما يقول لك يعني تغذيه، ما بوش تغذيه، خماد موت في هذا المكان. The situation of the families without any job, without any income, with no salaries for public employees, and in the middle of the war is catastrophic.